فمتابعي قناه الشوف تي في، حابينكم معنا في هذا البث المباشر على قناه الشوف تي في. امطار الخير باقليم تاز، الحمد لله كتهطل الان امطار الخير ولله الحمد. متابعي قناه الشوف تي في، الله يعطيها لنا على قد النفع والله يعطيها لنا على قد المنفعه. متابعي قناه الشوف تي في، والسؤال المطروح، واش البنيه التحتيه باقليم تازا خصوصا البوادي مستعده لاستقبال موسم ماطر وموسم اللي ان شاء الله نستافدوا منه وغيستافد منه المنتوج الفلاحي؟ متابعي قناه الشوف تي في، فمرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناه الشوف تي في. تحيه لجميع متابعي قناه داخل المغرب وخارج المغرب. الحمد لله الشجر فوقتها، وان شاء الله غادي يكون هذا انعكاس على المنتوج الفلاحي بالمملكه المغربيه. والله يرفع لنا هذا الوباء وهذا البلاء ديال الكوفيد 19، والله يرفع لنا هذا السم الخفي اللي قهر المغاربه خاصه والامه الاسلاميه والعربيه عامه والبشريه بصفه مطلقه. متابعي قناه شوف تي في، شاف هذه الاثناء الحمد لله امطار الخير ولله الحمد، امطار الخير ولاني واش البنيه التحتيه مستعده، البنيه التحتيه مستعده لاستقبال موسم ماطر وموسم ممتاز؟ واش غادي نلقاو قواد السماء مصابينش، الطرقان مصابينش، نجيره في التربه، الواد حامل، القنطره طايحه؟ احنا ما كنقلبوش على المشاكل بقدر ما كنقلبوا كنعطيو اشاره للمسؤولين خاصه الجماعات الترابيه لاقليم تازا خصوصا والاقاليم المغربيه على وجه العموم، باش انهم يخدموا في هذه لجنه اليقظه ويحاولوا يتداركوا المشاكل اللي عندهم. متابعي قناه شوف تي في، الله يرحمنا بالرحمه ديالو والله يعطيها لنا على قد النفع. متابعي قناه شوف تي في، فمرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من اقليم تازا، وتحيه للجميع متابعي القناه داخل المغرب وخارج المغرب. امطار الخير، امطار الخير، امطار الخير ولله الحمد، الله يعطينا الشتاء على قد النفع يا سيدي ربي. فما كنتكلموش على الفيضان بقدر ما كنتكلموا على البنيه التحتيه. واش المسؤولين خدوا بعين الاعتبار بان راه الشتا جايه مجهده وبان خص الطرقات تكون مقاده، القناطر مقادين، المسالك مقاده؟ متابعي قناه الشوف تي في، لا نتحدث عن الفيضانات بما قد نتحدث عن البنيه التحتيه. يا 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 يمين، ايمن او يمين، فشكرا على التدخل ديالك. السلام رشيد زرقاني، السلام لك يا اخي، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر على قناه شوف تي في، الف تحيه لك. نتمنوا الرحمة تنزل، نتمنوا القلوب تفاجأ، نتمنوا المشاكل تهز، نتمنوا الوباء يرتفع يا أخي وتحيد علينا هذا الوباء. مرحبا مرحبا سيدي، يتحيد علينا هذا الوباء ديال الكوفيد 19، ونتمنوا غير خير، نتمنوا غير خير، وإن شاء الله ربي غيجيب لنا غير خير. ملي كتكون المطر كيكون التفاؤل، تفاؤلوا خيرا يؤتيكم الله خيرا، تفاؤلوا خيرا يؤتيكم الله خيرا. فألف تحية لجميع متابعي القناة داخل المغرب وخارج المغرب. الحمد لله أمطار الخير بالمدينة، أمطار الخير بإقليم تازا، والحمد لله سمعنا جميع تقريبا جميع ربوع المملكة وجميع أقاليم المملكة في هذه الأثناء بها أمطار الخير. متابعي القناة شوف تي في، ولله الحمد، لله الحمد. فنتمنوا الخير من عند الله، السلامة والعافية للجميع. الله يرحمنا هشام، هشام غالي، نتمنوا هذا الفيروس انه يدخل بالشفاء على جميع المغاربه خاصه على المجتمع على البشريه عام سنحقاش كورونا مشكل قاتل البشريه.
يمين يمين والله لا انا فرحان يا اخي بهاد الشتا، قسما بالله انا فرحان بهاد الشتا، والشتا كتفاجئ القلوب، كطيح الغام، كتحيد العجاجه من الارض، كتفضي المشاكل، حتى القهاوي يا اخي راك متفق معايا راه كيخوا في الشتا، حتى القهاوي كيخوا في الشتا، كينوضوا الناس يخدموا على راسهم، ها اللي يمشي فلاح، ها اللي يمشي حرس، ها اللي يمشي يخدم على راسو، حتى القهوه كتخوا في الشتا. فنتمنوا الخير من عند الله، ونتمنوا السلامه والعافيه للجميع، وحتى سميتو المواطنين ما نبغيهمش انهم توقع لهم شي خسائر ماديه بهاد كثره التساقطات. كاين شي اكسيدون هنايا، الله يحفظ. وتحية لرجال الشرطة بالمملكة المغربية، تحية لرجال الشرطة فهاد الشتا انتما كتشوفوا الدراري كيقادوا لا سيركيلاسيون ديالهم، تحية لرجال الأمن، تحية لرجال الأمن. فنتمنوا الخير من عند الله، السلامة والعافية لجميع متابعي قناة شوف تي في، أقولها الخير والسلامة والعافية للجميع، والله يعطينا الشتا على قد نفع، والأرض محتاجة لهاد الروية، والله إلا محتاجة بهاد الروية، راه كيتفرز زعما. هذه سيارة الأجرة، إقليم تازاي حدانا، راه متبعنا في البث المباشر، كيقول لك راني متبعكم. فنتمنوا سيارة الأجرة عاوتاني جبتينا يا أخي، ضربتي فينا الضو، نتمنوا يا أخي تبقى تهزوا الناس في هاد الشتا، ونتمنوا يا أخي تبقى تهزوا ثلاثة البلايص في هاد الشتا، ونتمنوا يا أخي ما تزيدوش درهم على عباد الله في هاد الشتا يا أخي، أنت جبتيني ضربتي في الضو. نتمنوا يا أخي سائق سيارة الأجرة. فتحية خاصة لجميع متابعي قناة شوف تي في، تحية خاصة. السوق في الخميس كيكون عامر، كيكون اكتضاض، وكيكون بزاف ديال الامور. متابعي قناة شوف تي في، تحية الشيف، احتراماتي. أمطال الخير ولله الحمد، أمطال الخير ولله الحمد، الله يعطينا الشتا على قد نفع متابعي قناة شوف تي في. اللي فرحان يقول أنا، اللي فرحان يقول راني فرحان، يكتب لي راني فرحان، اللي فرحان يقول راني فرحان ويكتب لنا راني فرحان متابعي قناة شوف تي في. الله يعطينا الشتا على قد نفع، الله يعطيها لنا على قد نفع متابعي قناة شوف تي في. نتمنى هاد الناس كتزامن مع يوم السوق، كيكون السوق الخميس، وكيكون هنا شويه ديال لومبوطياج، شويه ديال الازدحام، لكن كاين رجال الامن اللي كيقادوا هاد الامور. الله على حصله في هاد الطريق كتبان لي ياك، لا ما يمكنش، لا من هاد الدوبلاج. فالف تحيه للجميع، الله يعطيك الصحه، انا محتاج لهاد الخبار من الدار البيضاء. حمزه الله يعطيك الصحة أنت أيضا، الحمد لله. أمطال الخير على تسهط على إقليم تازة إن شاء الله، غنديروا مواكبات إعلامية، مجموعة من الأشياء حتى الجميلة اللي كتجي مع أمطال الخير إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله غادي يكون منتوج في لا. تحية الله يحفظك. أوا فاطمة أقول لك ثلاثة.
219 الطاكسي 219 راه متبعنا في البث المباشر. هز ثلاثة البلايص راه متبعنا في البث المباشر يا مول. الطاكسي 219 قتل ثلاثة البلايص وما تخليش لناش في الشيا مول 219 طاكسيه وصافي. هادشي اللي غادي نقول لك. فتحيه لجميع سائقي سيارات الاجره باقليم تازه. سيارة الاجره الصغيره تحيه للجميع، تحيه للجميع جميع. فاطمه راكي متبعانا في هذا البث المباشر، قولي داك الشيفور ديال الطاكسي بقى يهز هذا البلايص، الله يعطيك السر في هذا الشتا. فافتحيه لجميع متابعي القناه، قناه شوف تي في. هذه واحد السيده راكبه في الطاكسي ومتبعانا في البث المباشر وشافتنا، قالت لك راني متبعاكم، راني متبعاكم. تبارك الله على كيش. ايوا لا متبعانا اختي فاطمه، قولي للمول الطاكسي اللي حداك بقى يهز ثلاثة البلايص في الشتا، الله يعطيك السر، وصلوا له الميساج. دردشه مع الاصدقاء، الدردشه كتكون متنوعه فيها شويه الفكاهه، شويه الضحك، شويه ديال الجد، شويه ديال بزاف ديال الامور. متابعي قناه شوف تي في، فكنشكروا جميع متابعي القناه داخل المغرب وخارج المغرب. الشتا الحمد لله الله يعطيها لنا على قد النفع، الله يعطيها لنا على قد النفع. متابعي قناه شوف تي في بالصحة والراحة الشتا. شكرا توفيق ادم، شكرا الحمد لله، الله يعطيك الصحة والله يعطيك الخير. ثلاثة بلايص كتهزهم؟ أنا كنهز ثلاثة بلايص، باز عليك أخي والله. زعمتي والله زعمتي، والله لا زعمتي بالله. دردشة مع سائقي سيارة الأجرة. أنا كيعجبني نقشاب، كيعجبني نشرك الحديث مع الناس، كيعجبني نحل الشرجام ونهضر مع الناس، هكا داير الحمد لله. الخصال ديالي هكا، عفوي اللي لقيتو كنقولو، لكن في حدود الاحترام وفي حدود التقدير. ما كان كيكون السوق البحراء، حنا عاد كنا في البحراء يا نوال يا اختي، حنا عاد كنا في البحراء وني نوصلوا لها، نوصلوا لها. مرحبا مرحبا جميع متابعي قناه شوف تي في. الحمد لله على هذا الشتاء، الحمد لله على هذا الخير، الحمد لله جاتنا فوقتها وجاتنا على قد النفع، ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد. كنشكروا حتى الفلاحه ان شاء الله، نشكروهم على المجهودات اللي كيقوموا بانت باش يوجدوا لنا منتوج في المستوى. يلا الفلاح دابا راه ناشط، متابعي قناه شوف تي في، دابا راه الفلاحه راه بوشكا يقول الطامو ذبحي داك الفروج، راه الشتا طاحت ولا داك النعجه ولا داك الخروف. يلا 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 فألف تحية لجميع متابعي القناة داخل المغرب وخارج المغرب. الزيت في تازا كان رخيصة وبالمستوى الحمد لله، شكرا لها نعيمة، شكرا نعيمة هذا، شكرا لك، شكر خاص لجميع متابعي القناة. الحمد لله إقليم تازا كينعم بالشتا في هذا الوقت، ولله الحمد متابعي القناة ولله الحمد. تزامنا مع السوق ديال الخميس كيكون شوية الازدحام هنا وكيكون لومبوطياج. ها هي الحديثة السير يا أخي يا أخي يا أخي، حادثة السير. كيعياو رجال الأمن ما يحضيو ساعة ساعة لله. هذا واحد الكاميون ديال كوكاكولا مع شي كاميون ديال المواد البناء يمكن.
وهرس ليه المرايه. اول مسامح كريم الناس، المسامح كريم، مسامح كريم. يلا يا ركبت، والله لا ركبت، ركبت سير دفع صافي، ركبت يا اخ. ركبت يا اخي، والو ما ركبتش. عندك يا اخي تقيسني حتى انا. زعما راه عبدو من الرباط، تحية لك يا أخي عبدو من الرباط. أمطال الخيل الآن على إقليم تازة كتهطر، ولله الحمد الله يعطينا الشعلة قد نفع جميع المغاربة ناشطين بهذا الشتاء متابعي قناة الشوف تي في. الحمد لله والشكر لله، الله يعطيها لنا على قد نفع. شكرا فريدة حماين، شكرا يا أختي، شكرا لك، فشكر خاص لجميع متابعي قناة شوف تي في داخل المغرب وخارج المغرب، ألف تحية للجميع. سي إبراهيم تحية، احترامات سي إبراهيم. الغزال الله يسعدك، احترامات الشيف، الله يحفظك. لاباس، الله يحفظك، بارك الله فيك. هبط المرزوقة، دابا نهبطو ان شاء الله المرزوقة، غادي نغطيو الشتا في مرزوقة، في ودامني، في كرسي، في جميع الجهات الشرقية يا اخي. مرحبا، حنا معاكم 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 معاكم. تحية. اسي الله يسهل عليك، والله يسهل لك في هاد الوليدة خالتي، الله يسهل، شوفي مستقبله ان شاء الله، الله يسهل عليك يا حبيب. الحمد لله، كاين الشتا، كاين الشتا، وكاين الاجواء رائعه ديال الشتا في تازه، طريق السلامه كاين اجواء رائعه ديال الشتا في تازه. كاين غير واحد الحادثه سير هنايا، شي جوج ديال السيارات، شي جوج ديال الكاميونات تلاقاو، ما يدير هاد لومبوطياج. خدام السويقلاس، ها هو راه خدام السويقلاس. مرحبا بك فاتي في تازا، ها انت كتشوفي تازا يا اختي، الف تحيه. راكي دابا في الطريق الرئيسيه رقم 6، يعني حدا الجامعه ديال سيدي محمد بن عبد الله. الاجواء رائعه، الشطيحه، كل شيء في امان الله ولله الحمد. كاين لومبوطياج، ولكن كاين، شوف هذا فين دفعنا يا اخي، يا اخي زعما راه كيبان لنا الدفع غير في الحمام في السطوله، ماشي حتى في الطريق يا اخي. ماذا سفه، والله لا جابنا ليات في جهه اخرى عفريس هذا. صحابني قلت لي البحر، ماشي البحر، صحابني قلت لي البحر يا اخي، حنا عندنا واحد الجهه سميتها البحر، مع عاد كنت تما واحد الحاله انسانيه، وقال لي سير البحر، صحابني قال لي البحر، سمح لنا ما عندناش البحر في اقليم تازا، اقليم تازا تازا مدينه سياح جبليه يا اخي. الله يعاون، الله يعاون.
طلقات السيارة تلفتوني ما بين البحر والبحر، اصحابني كتقول لي البحر يا اخي. شكرا 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 سلتنا. يا اخي هاد المطاك بزاف هادشي، خصني نمشي للكراج بلي. فمرحبا بجميع متابعي قناة شوف تي في، جولة صباحية وجابنا بإقليم تازة، أمطار الخير كتهطل الآن على الإقليم. يلا دابا الفلاحة ما كاين غير اللي عنده شي فروج بلدي غادي يذبحوا هاد الليلة هادي، راه ما كاين ولا شي بقر ولا شي حولي، احتفالا بالشتا بدات إن شاء الله. واش باقي داك الطقوس شحال هادي ولا ما بقاوش؟ شحال هادي راه كازي كتبدا الشتا، الفلاح كيتكي جوج ديال الفراج ولا ثلاثة، طرف كيديرهم هادية للشتاء. هاني واش باقي هذاك الشيء ولا ما باقيش ما نعرفش. هذه مدينة تازة أنس العلوي، مدينة تازة يا أخي أنس العلوي، أنا هو المراسل يا أخي اللي ديما كتقشب عليا. مرحبا أخي أنس العلوي. فمرحبا بجميع متابعي قناة شوف تي في داخل المغرب وخارج المغرب. أمطار الخير ولله الحمد، أمطار الخير ولله الحمد، الله يعطيها لنا على قد نفع. نتمنوا البنية التحتية تكون مستعدة لاستقبال هذه الأمطار، نتمنوا نتمنوا آمنين من الله. فنتمنوا متابعي قناة شوف تي في ألف تحية لجميع متابعي قناة داخل المغرب وخارج المغرب، ألف تحية للجميع داخل المغرب وخارج المغرب. متابعي قناة نذكر نخليكم الآن أخويا تحية الله يحفظك. متابعي قناة شوف تي في كنشكروا الناس على التشجيعات ديالهم ولا هاد التشجيع المعنوي راه كيزيد فينا النص قسما بالله. استودعكم الله وغادي نتلاقاو بعد قليل متابعي الكرام في بث مباشر اخر على قناة شوف تي في. راكم اعزاز، تبارك الله.